طيب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت قلنا ان احنا عاوزين نعمل سند للهيدر بتاعنا في اي ريكوست يروح للاي بي اي بتاعتنا في السبرينج، تمام؟ وعملنا السيرفيس بتاعتنا وحاطين فيها اليوزر نيم والباسورد، ومسحنا من هناك من الاتشين سيرفيس، مسحنا الهيدر، تمام. واذا قلنا ايه؟ عاوزين نبعت الهيدر بتاعنا دايما في اي ريكوست، تمام. طبعا جربناها وايه وطلع ايرور. هنشوف هنهندلها ازاي. احنا المفروض كده احنا قلنا بنبعت الهيدر بتاعنا، لكن في خطوه اخيره ناقصه. ايه الخطوه الاخيره الناقصه ديت؟ لو رحت في ستودنت سيرفيس اهي، تمام، عاوز اروح على المديول. انا دلوقتي عملت السيرفيس بتاعتي، لكن انا محتاج اعمل لها انجكت في البروفايدر. يعني ايه؟ برضو مش فاهم. هنروح في الاي بي بي موديول، في البروفايدر هنفتح قوسين ونكتب بروفايد اتش تي تي بي انترسبتور، تمام، كما في حاجه اسمها يوز كلاس. هنديله بقى اسم السيرفيس بتاعتنا اللي هي الكلاس بتاعنا اهو، كنترول سي، تمام، كما ملت ترو. كده انا عملت انجكت للايه؟ للسيرفيس بتاعتي او للكلاس بتاعي. كده هو في كل ريكوست هيبعت الهيدر بتاعي وكل حاجه هتكون تمام. تعالوا كده معايا، خلينا نعمل ريران. عملنا ريران وتعالوا نشوفهم. احنا اوريدي المره اللي فاتت كنا ماسحين الهيدر. الهيدر كان المفروض هنا اهو، كان المفروض مكان هنا، وكنا بنستدعوه فان مع كل ريكوست كنا بنكتبوه هنا، لكن هو مش موجود. هنروح نشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. اذا تمام، كله تمام اهو، تمام. باي نيم هيبقى اي اتش اهو، سيرش، تمام، ما عندناش غير تو اليمنت، جايب لنا واحده اهي، تمام. عملنا اد وليكن اهو 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 اي رقم اهو، دون انضاف، هنشوفوه اهو انضاف في الاخر. عاوزين نعملهم ابديت، تمام. مثلا بقى مثلا نكتبهم عمر احمد 12، خلاها 20 مثلا. اليكس اي رقم ايا كان، دن. تعالوا كده نشوفهم. عمر احمد، تمام، كل حاجه تمام وكل حاجه. وتعالى في الانسبكت نشوف هل في ايرور في الكونسول. لا مفيش ايرور، واذا كل حاجه تمام وكل حاجه شغاله. اذا احنا وفرنا عن نفسنا حاجات كتيره. احنا المفروض كنا هنكتب هنا الهيدر، كان المفروض الهيدر تحت هنا في فانكشن، تمام. كنا هنستدعيه هنا الاول في فاريبل مثلا، ونحطه هنا وبرده هنا وبرده هنا وهنا وهنا وهنا، ولو عملت فانكشن ثانيه هتضيفه برده. اذا احنا وفرنا على نفسنا حاجات كتيره عن طريق اللي احنا عملناه. عملنا السيرفيس بتاعتنا وعملناها في البروفايدر وعملناها انجكت وكل حاجه تمام، والاي بي اي بتاعتي شغاله وكله تمام. تمام جدا. تعالوا نروحهم على جيت هاب، هنعمل نيو ايشيو. خلينا هنا ناخد ديت ونقول انجكت ان بروفايدر سبميت، او هنعمل اساين يور سيلف سبميت نيو ايشيو، خدها كوبي. هنروح هناك هنعمل اد الاول جيت اد في سي اس كوميت كنترول في، نعمل كلوزس، هنعمل كوميت اند بوش، كوميت اند بوش بوش. خلصت البوشنج بتاعي، بيعمل بوشنج، عمل بوشنج. هروح هناك هلاقيه عمل لي كلوزد والكوميت بتاعتي وكل حاجه تمام. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك
تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.